تعال نروح على شط ادوارد الخراط في اسكندرية، ماشي؟ عشان انا هقول لك المفارقة اللطيفة. حد حبيبي عزيز عليا قال لي بالظبط كده، كورنيش اسكندرية هبط. خد بالك ازاي بيتم تداول الخبر في مصر. كورنيش اسكندرية هبط، او انا عايزك بقى تبص على الصورة كده وتقول لي كورنيش اسكندرية هبط ولا الحتة المتكردلة. انا رحت ردد عليه قلت له لا، ده شط ادوارد الخراط اللي ناحية سيدي بشر حصل فيه هبوط نتيجة النحر فاتكردن بالشريط الاصفر اياه، بالظبط كده بالشريط الاصفر اياه، وهيتم استدعاء او بالادق تم التواصل مع الجيش ومع المقاولين العرب علشان القصه تتحل. انت كمواطن عشان تبقى فاهم يعني اللي بيجرى، عموما واضح انه يعني ايه بدانا نعمل عمليه الشغل. معالجه الهبوط هتبقى باذن الله ما هياش صعبه على الاطلاق. علشان بس تبقى فاهم القصة كلها، انه اظن انت عارف مصطلح النحر، الامواج والمية وحركات المد والجزر ايه بتعمل ايه، بتقعد تسحب في هذه التربة الرملية، بتسحبها لجوه، وبالتالي هذه التربة او هذه الشاطئ يحصل لها تآكل. دي حاجة طبيعية ملهاش علاقة بالحرب، ولهاش علاقة بروسيا واوكرانيا، ملهاش علاقة بالرئيس، الله ده قدر ربنا ان في حاجة اسمها نحر. مهم طبعا الاخوان من ناحيتهم يترجموها على طول، ده من غضب الاله عليكم، اهو خد شط ادوارد الخراط. مهم، فاللي بيحصل هو الاتي، اللي بيحصل انه يعني هندسيا كده بيتم معالجه ده، وبيتعمل حاجه اسمها حقن تربه، وبعدين بتترفع تاني بيترفع تاني الجزء اللي هبط ده، وبيتصب وتمام وهيتبلط وهيبقى 100 فل و14. ولاجل الا يحدث ذلك مره تانيه فهيتم القاء او بالادق هيتعمل تصميم للكتل الخرسانيه اللي هتتحط بحيث انها تقفل هذه او بالادق تخفف من حدة هذه التيارات المائية والأمواج العاتية وحركات المد والجزر اللي بتسحب التربة بس. خلاص عايز أزيدك من الشعر، ليه بنسميها يتعمل عملية تصميم لهذه الكتل الخرسانية وكيفية وضعها وإلقائها؟ عشان في حاجة اسمها حركة السحب. لو أنت حطيت الكتل الخرسانية دي بطريقة غير سليمة هندسيا وانشائيا وبيئيا، حركه السحب بتشد في المنطقه اللي ما فيهاش كتله، يعني لو حطيتها كده اهو الجزء اللي في النص ده السحب فيها بيبقى شديد جدا، فبيعمل حاجه اسمها التيار الساحب، فيبقى كانك يا مولاي كما خلقتني، لانه هيسحب تربه اكتر وقد يؤدي الى مشاكل لدى الناس بعد كده اذا كانوا بينزلوا البحر في الحته دي الخ الخ الخ. لهذا بيتعمل دراسه سليمة علمية ازاي هنحط خرسانة في المية بس. خلاص انا كان اللي يهمني في القصة وكيف ينتشر الخبر ويتم تداوله ما بين المواطنين. كورنيش اسكندرية هبط، اي كلام. تعالى ناخد معانا على التليفون مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. لا يفتى ومالك في المدينه. شكرا لحضرتك، شكرا. فانا بس اجتهدت حبتين من كلمتين قريتهم زمان. تمام. لا يا فندم، هو اللي حصل في اسكندريه النهارده بس للتوضيح للساده المشاهدين، أيوه. هو في منطقه سيدي بشر وبطول 20 متر فقط حدث هبوط لرصيف كورنيش في هذه المنطقه. احنا متعودين في اسكندرية كل سنة في نوة اسمها نوة الكرم. النوة دي بتحصل كل سنة في فترة الشتاء في نفس الميعاد دوت. النوة دي عبارة عن امواج شديدة ورياح شديدة بتضرب منطقة الكورنيش. يمكن السنة دي كانت النوة اشد قوة من السنين اللي فاتت، الامواج كانت بارتفاع يصل حوالي 5 متر، ضربت منطقة الكورنيش في منطقة سيدي بشر. اللي حصل انه بسبب عنف وشده الامواج اصطدمت بالكورنيش وسحبت بعض الرمال من تحت الرصيف، ودوت سبب الهبوط اللي احنا شفناه في الصور والفيديوهات اللي يمكن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
طبعا أجهزة حماية الشواطئ اللي موجودة في اسكندرية ودي تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتقوم دائما بعملية مرور دوري بامتداد منطقة الكورنيش للاطمئنان على المنطقة الشاطئية، ورصدوا وجود هذا الهبوط في هذه المنطقة بطول 20 متر. على الفور أجهزة حماية الشواطئ في المحافظة تواصلت مع محافظة اسكندرية وتواصلت مع إدارة مرور اسكندرية، وتم طبعا مشكورين شركة المقاولين العرب دفعت بمعداتها ومهندسيها والفنيين وتوجهوا إلى هذه المنطقة، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة صباح اليوم للتعامل مع هذا الهبوط. الإجراءات العاجلة اللي تم تنفيذها بالفعل صباح اليوم عبارة عن وضع كثر من الحجارة وصب خرسانة عليه علشان تملى الفراغات بين كثر الحجارة، بحيث تمنع دخول مياه البحر بين فراغات كثر الحجارة، بحيث تبقى صد ومنع دخول مياه البحر أسفل الكورنيش. ده الإجراء اللي تم بالفعل تنفيذه صباح اليوم. ثم من تقريبا ظهر اليوم بدأ الإجراء المستديم، ودوت عبارة عن وضع كتل خرسانية، الكتلة الواحدة وزنها 5 طن. الكتل دي سيتم وضعها في هذه المنطقة لحمايتها بشكل كامل من أنه الموضوع ده يتكرر لا قدر الله مرة ثانية، وبحيث أن الكتل الخرسانية كانت كل واحدة فيهم 5 طن هي اللي تتلقى صدمات الأمواج، وبالذات طبعا في فترات النوات اللي بتبقى فيها ضربات الأمواج شديدة. بالإضافة أيضا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أصدر قرار بتشكيل لجنة، اللجنة دي هتنزل على الطبيعة اعتبارا من صباح الغد بإذن الله. اللجنة دي بتضم ممثلين عن حماية الشواطئ التابعين للوزارة، ومعهدين بحثيين أيضا تابعين للوزارة اللي هم معهد الإنشاءات ومعهد الشواطئ، بالإضافة إلى ممثلين عن محافظة اسكندرية. اللجنة دي هتبتدي بكرة الصبح وهتقوم بمعاينة كل المنطقة الشاطئية في اسكندرية للإطمئنان إن شاء الله إن المنطقة دي بالكامل مفيش أي مشاكل فيها أو هبوط أو ما إلى ذلك، للإطمئنان تماما إن المنطقة الشاطئية في اسكندرية تماما وبالذات في فترات النوات اللي هي الحالية سليمة تماما ومفيهاش أي مشاكل بإذن الله. فهو الحمد لله الهبوط حاجة يعني كانت محدودة في مسافة 20 متر، والحمد لله تم التعامل معها بالفعل صباح اليوم بشكل عاجل واتخاذ إجراءات يمكن شبه انتهت أو على وشك الانتهاء لحمايتها بشكل مستديم من خلال القطر الخرسانية الكبير. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وشكرا مش بس على المكالمة لكن شكرا كمان على سرعة التعامل مع الموقف. كل الشكر لحضرتك مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري.